وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي السيد البابلي. مرحبا بك أستاذ سيد في نشرة أخبار الثامنة. كيف تابعتم الاهتمام العربي لمضامين كلمة جلالة الملك المعظم والتي ركزت على مختلف الجوانب المتعلقة بتحديات وقضايا الوطن العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلمة جلالة الملك في قمة جدة كانت تعبير واضح عن الثوابت التاريخية لمملكة البحرين كدولة راعية للسلام، كدولة داعمة لكل الجهود التي تؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة لصالح التنمية ولصالح شعوب المنطقة. جلالة الملك لم يغفل الحديث عن قضايا بالغة الحساسية، تناولها بكل الوضوح بكل الدعم للمواقف العربية. أثار قضية هامة دعم فيها حق مصر وحق السودان التاريخي في مياه النيل. ذكر القادة العرب بأهمية توحيد المواقف المساندة للدول العربية في قضاياها المصيرية. قضية مياه نهر النيل قضية استراتيجية هامة للسودان ولمصر، وكان جلالة الملك بالتأكيد على هذه القضية داعيا إلى نهج عربي موحد في التعامل مع هذه القضايا. رؤية جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى الخليفة في القمة جدة كانت بمثابة تمهيد للقمة التي ستستضيفها البحرين في العام القادم. رؤية واضحة متكاملة للقضايا العربية والدولية باعتبار أن العالم حاليا وحدة واحدة، ما يحدث في أي مكان يتأثر به الجميع. لفت نظري حديث جلالة الملك الواضح عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، هذه القضية التي يبنى عليها أمن واستقرار المنطقة. جلالة الملك في تأكيده على أن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشرقية في إطار حل الدولتين هو السبيل للوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة العربية. جلالة الملك في رؤيته المتوازنة والداعمة لكل الجهود الرامية لإحلال السلم والمنطقة لم يغفل القوى الإقليمية الأخرى الموجودة في المنطقة، أشاد بالتقارب معها بدمجها في المنظومة العربية بعلاقات تقوم على حسن الجوار، الاحترام، عدم التدخل في شؤون الآخرين. أنا أعتقد أن كلمة جلالة الملك هي تعبير عن نهج البحرين. نعم. هذا البلد الصغير في حجمه الكبير في عطائه ومواقفه، ولذلك كانت كلمة جديرة بكل الاحترام والتقدير من الجميع. نعم، من القاهرة الكاتب الصحفي السيد البابلي، شكرا جزيلا لك.